السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد العودة لمصر قررنا نروح مطروح المعشوقة. لا 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 الحمد لله لحقت الباص، حجزت على الحروكروف بالظبط، فاضل لا خلاص ده عدى دقيقة أو دقيقتين. الحمد لله معرفتش أحجز أونلاين فاضطريت إن أنا أجي هنا، حجزت على طول الحمد لله، ولقيت فيه دفع بالفيزا في جو باص، فيلا بينا. النهارده رايحين مرسى مطروح وهنركب الاوتوبيس الكبير مش العربيه الصغيره، هنجرب ونشوف الدنيا فيها ايه. وصلنا عند الاوتوبيس، هنا هنحط الشنطه ونطلع فوق. الشاي بتاعنا بس شيء بس احنا طالعين دلوقتي في الباص. السلام عليكم. طلعنا الباص وركبنا والدنيا تمام بسم الله. الأوتوبيس اتحرك الساعة 7:53 دقيقة، يعني بعد ميعاده بخمس دقايق بالظبط، وده كويس مش وحش. ركبنا الأوتوبيس خلاص واتحركنا الساعة 7:53 دقيقة، بعد ميعاده بخمس دقايق تقريبا، المفروض هنوصل على الساعة 12 وشوية كده، فهنشوف الرحلة عاملة ازاي. بالنسبة للكراسي فالكراسي إلى حد ما كويسة مش وحشة، يعني مريحة، إلى جانب إن في يعني حاجة تحط عليها رجليك في الأمام كده عشان ما تبقاش في الأرض بس، وفي زي ترابيزة صغيرة كده تحط عليها كوباية مش كبيرة، حجمها أقل من شبر مش بطالة، يعني بالنسبة إنه أوتوبيس اقتصادي. سعر التذكرة حوالي 290 جنيه، بتختلف من وقت للتاني، 290 جنيه 280 ساعات 300 على حسب. أما العربية الصغيرة فالعربية الصغيرة عاملة 400 تقريبا، ممكن 390، يعني فرق 100 جنيه 100 وشوية. هنجربها في العودة ونقول لكم برضو التجربة عاملة ايه، ايه احسن ايه اريح وهكذا. الكرسي اللي انا قعدت فيه مفيش حد جنبي فهبقى مستريح اكتر ان شاء الله. بالنسبة للمساحة اللي قدامك فهي مش اكبر حاجة بس شغالة مش وحشة مش بطالة. هل الكرسي بيرجع لورا ولا لا مش عارف، بس هنشوف شوية كده لما الدنيا تبدأ تهدى شوية عشان في ناس قاعدة ورايا بس. وادي اول جزء من التجربة. وبعد ما بيطلع الاوتوبيس من عبد المنعم رياض بيوصل للجيزة شارع مراد لمحطة جو باص، برضو بيقف ياخد ناس من هنا وبعد كده هيكمل طريقه. هل هيوقف تاني في مكان تاني ولا لا ده اللي هنشوفه دلوقتي، خليكم معانا. وصلنا للاستراحة اسمها نورهان، دخلنا الاستراحة نجيب منها مية ونرجع تاني.
نجيب سندوتشات بيض وجبنة ونطلع الاتوبيس بعد كده. صداع صداع والله. اسلم. الاستراحة مزعجة جدا في الحقيقة. الصراحة مزعجة جدا في الحقيقة وما فيهاش حاجات كتير. هو مطعم صغير كده وهي حاجات فيها زي سوبر ماركت برضه صغير او بقالة صغيرة. مش عارف هيقف هنا قد ايه وبعد كده هنتحرك ونكمل طريقنا ان شاء الله. احنا تقريبا في نص المسافة. خلصنا الاستراحة ممكن تقريبا ما بين تلت ساعة لنص ساعة. المفروض ان خلاص هنتحرك دلوقتي. المهم ان احنا بقى جبنا ايه؟ جبنا ساندوتش بيض وساندوتش جبنه بالطماطم كده باكلهم في الطريق. ساندوتشين عاملين 45 جنيه بس. المفروض فاضل على الرحله حوالي 3 ساعات ونص. لو عايز ترجع تاني ارجع، لسه في مكان. بص هرجع لغايه ما تقول. ارجع ارجع، بقول لك لسه في مكان براحتك يعني. تعالى تعالى لو في تانية. بس والكرسي فيه مساحة برضه ان هو بيرجع الدنيا تمام يعني، ما فيش أي مشكلة يعني. الراجل رجع لحد الآخر ولسه عندي مساحة والدنيا تمام. ده بالنسبة للكرسي بتاع جو باص. بالظبط مش عارف، هل دي بتودي اشاره للسواق ان هو يقف؟ انا مزنوق هنا
الاكسل مش عارف الحقيقه، عايز اجرب ادوس عليها بس بلاش بلاش. لو حد يعرف ده بتاع ايه يقول لنا علشان نستفيد، انا مش عارف بصراحه. انا جات لي فكره ان انا ممكن استخدم الميه دي، بس الفكره ان مفيش مناديل، اخرج بقى اشوف المناديل بره وبعد كده ارجع تاني. بس هو ده الحمام، خلاص كفايه، يلا سلام. الحمد لله دلوقتي وصلنا مارينا، فاضل تقريبا ساعة ونص على الوصول. ساعة دلوقتي 11:53، يعني تقريبا استغرقنا بالظبط 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 4 ساعات، يعني يقول من 8 ل 12. هي لان احنا اتحركنا 7:53 ل 11:53، فأربع ساعات. فقدامنا ساعة ونص على الوصول ان شاء الله تقريبا بإذن الله، ساعة ونص نوصل 1:30، فيبقى استغرقنا الإجمالي 5 ساعات ونص. بس هنشوف لما نوصل هيكون الوقت امتى. فالحمد لله طريق جميل، الأوتوبيس مش أريح حاجة في القعدة ولا في النوم، ولكن شغال مش بطال كدرجة اقتصادية زي ما قلنا. وبس خليكم معانا، اشوفكم في مطروح. وصلنا لتاني ريست اسمه الجواد العربي قبل مطروح ب 100 كيلو تقريبا، يعني الساعة دلوقتي 12:30. عنده زي ما هو كاتب مشويات وعصائر وتيك اواي، والناحية دي في عرب من البدو جزارين دابحين عنزة تقريبا، ممكن نروح نتفرج عليهم. يلا بينا. انا محرج بس ماشي، البلد اللي محدش يعرفك فيها توكل على الله فيها. في الغالب هم بيضحوا ويبيعوا، ومرضتش ان انا اروح، شكلها مش لطيف. يعني في مقهى هنا الناس تقعد عليه تستمتع بوقتها في الاستراحة. تسلم حبيبي. وصلنا الحمد لله، فاضل 3 دقايق وننزل. في السماء دلوقتي 1:44، يعني اخذنا بالظبط بالظبط 6 ساعات الا شوية صغيرين، 6 ساعات الا شوية صغيرين. فكويس، مش وحش مش وحش. يلا بينا نحضر نفسنا علشان نقابل اصدقائنا. الحمد لله وصلنا مطروح، وكان في استقبالنا شيوخ العرب حسين. هلا والله اخويا وصديقي حبيبي، يعني انا مبسوط والله ان انا شفتهم، انا ما كنتش جاي بس الحمد لله يعني ان احنا جينا. حبيبي يا عبد نورت مطروح. الله يبارك لك، كنت هتزعل لو انت ما جيتش. الله يبارك لك، ما اقدرش على ازعلها. انا مسميها المعشوقه. المعشوقه بنت المعشوقه. هنبدا بقى رحلتنا. يلا بسم الله. وصلنا للفندق اللي هنقعد فيه النهارده. يلا بينا بسم الله. افتح لك ال الأسانسير شكله أنتيكة خالص.